زياده تبارك الله. هذا نط اخويا دخلت عند الغنيمات لقيت هذا الخريس تبارك الله يلا كيخلق اليوم. دابا خصك ترد عليك ان شاء الله ضروري اخويا. فوق اش ولدت اليوم؟ اليوم حبي الله كي ولدت دابا تبارك الله تبارك الله. دابا خصنا اخي غير الشتا دابا انت كتشوف اللهم لك الحمد تبارك الله خاص عاد الشتا ياك. ورد عرضه عطيه رده طير داخل عطيه البزوله باش تولفها. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بعد. هذه ولاد هذه يلاه عندها شي 4 ايام دابا هذه تبارك الله. طلق 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 مرضعو يلاه هذه ولدت بشي 4 ايام اخويا الاصغر تبارك الله بخير كي تما دابا هو النشاط ديال الفلاح. هادو هما نشاط الفلاح شوف هادو المهم هادو هاد الخريفات هاد البركه هادو هما الرزق. إذا كان عندك بحال هذا الرزق هذا في الدار عندك الكنز عندك كل شيء وعندك الكنز عندك كل شيء صاحبي عندك خصنا حاجة وحدة ناقصة هي الشتا ما كاينة تبارك معاناة صاحبي مالك سيفا شحال كتاكل أخي أسطورة والله الرحمن نجي نعاود لك أصاحبي أقسم بالله وجيت تحسب لا ما تكسبها ما تكسبهاش ما تكسبهاش ولكن هنا فين دابا هذيك شحال كيتقاموا عليك في العام هذوك بحال اللي كبروا ما نكذبش عليك أخويا أنا غير في الليح ما عمري حسبتهم شحال كياكلوا أنا ما نقولكش أنا كنحسب يعني كيطلق لهم كيرعوا ماشي كيرعاو كنصير عليهم ولكن تمني باش نحسب لها شحال كياكل بوحدهم ما حاسبلوش انا مبلي بالكسيبه ياك انا في هذيك غريزه تبع الحرفه ديال الوالي سبحان الله صافي يا صاحبي انا في الصباح خصني نفيق الصباح نمشي عندك سيبه ضروري ضروري نمشي ضروري نمشي عندك سيبه الفطر عاد نفطر ما نكذبش عليك عاد كنفطر عاد كنفطر ضروري سبحان الله العالي بلي يا اخي هذيك بلي ماشي زعما بلي طعنا الله صافي في القلب ديالنا حاجه وحده اللي تقضي علينا هي الجافه واللي جات مع الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الخير تبارك الله دابا كيتم الخير هذا هو الخير اخي هذا الكنز هذا صاحبي تبارك الله اللهم بارك. دابا المخسور كاين المخسور المخسور بزاف اخي شتي عملوا كان شويه ديال الربيع قلنا سيدي صورنا فيها واحد البركه تبارك الله وهذا العام وهذا العام هذاك الكلا اللي صورته العام اللي فات والله الا صيرنا هذا العام وكتزيد عليه من جيبك ياك وما تبيعهاش عرفتي علاش ما تبيعهاش بليا بليا صافي بليا ما تقدرش تقص الدرخاوي تبقى بلا كسيوة ما تقدرش تبقى الدرخاوي تقدر الخاوية والو هذا ما تبارك الله خذينا اجي هذا العام العيد شحال كنوصل عندكم؟ هذا العام كان الثمن اخي ياك الله يبارك الخير كان الغلا الثمن بزاف وهذا العام تا هو غيكون الثمن زعما هذا العام اخي شحال نقول لك هذا العام خصو ماشي خصو الدوبل ديال العام اللي فات اش من والله الا خصو الدوبل على حساب هذا على حساب هذا الشيء هذا ياك صاحبي انت كتشوف انت راك جلستي معايا وشتي والله يا ودي كاين المخسر كاين والله حتى كاين المخسر يعني الفلاح الصغير تيعاني كيعاني بزاف والدعم ما كاين الدعم يعاون الدعم والو الدعم والو كيعطيكم حتى ديك الخشه ديال اخويا كيعطيكم واش ليكم ما تقوليش الدعم اخي الدعم والو انا عمريش ديت الدعم مره راك تكوتي معايا حاضر باش حطيت لها لونسيناج البارحه صاحبي 74 الف ريال لونسيناج 74 الف 74 هذا ما تبعنيش جيب الله صاحبي حنا شوف معانا كثير معانا يعني كتعاني ديال بصح تبارك الله تبارك الله اجي هذه سرديه هذيك السرديه اللي من جات مع الحواله راه كاين الحواله من الجامله كاين الحواله من الجامله يقدروا يقدروا هما كيعطيكم لا دعم لا حاجه والو والد لا لا الحمد لله الدعم المعاناه ديال الفلاح الصغير في هذه البلاد معاناه باه كاين معاناه بزاف اخويا من هنا من هنا الجفاف من هنا الجفاف تبارك الله كاين بزاف وبين ما يكون عمزي بسم الله العظيم ما كنتش عارف فيها ومين كيكون الجهه فهاد كتهرسك كثير ملي كيكون العام جي كنكونوا فرحانين ياك ومين كيكون الجهه كيطلع لكم الدم دابا شنو هذا؟ سبحان الله هذا التبن بدري ولا مخلط مع شي بحال؟ وحدو علفته في الصباح ياك كتعلفوها وكتعطيها التبن يعني كون كان دابا الخير والربيع وكذا ما تعلفوش تخرج ترعاه ياك الربيع هو بحال الوقت هذا انا ربيع ما كتصير عليها تدري تدري دابا عرفتي راه من شهر 8 وهي كتعلف حسب لها شحال تاكل حسب لها تاكل 100000 في الشهر تبارك الله 5000 درهم والله ما تقادها بالله في الشهر 5000 درهم في الشهر انا ما نقولش انا فيها حسب انا بنادم هذا كيصير عليه بصح يعني كتاكل اكثر من 5000 درهم في الشهر دابا بنادم غير سيمانه ورد عليها يعني الفلاح الصغير شي يعاني في هذه البلاد بزاف والدعم الدعم ما كيعطيكمش الدعم والو حتى خنشه حولي هذا الحاولي معزولين عندك تبارك هذا الحاولي السرديه الاخوان شوف تبارك الله اللهم بارك مليحه اخي انا شوف انا ما كنحتاج مليحه من دي ما كاينش مليح ما كديش مليح شوف
تبارك الله. كاليتي يا خي. يلا تبارك الله، الخير الخير الخير. انا نضربو ثمن على العام. تبارك الله. الله يشتا. ياك. لا والله. دابا الفلاح اللي كنشطو يشتا. لما كاتشي شتا. دابا شنو كتعلم في المخيمة دي؟ اخويا الدراو الشعير والنخالة والزرع. ياك. هذا هو العلف ديالك. ديالك. كيقطع لهم الزرع باش كيسمانو. باش كيسمانو. تبارك الله. اذا دابا انت خاص الناس يتقطعوا من عندك لان عندك المليح القهوة. دابا هذوك كيوجدوا من العيد. هذوك كيوجدوا من العيد. هذو غادي يعملوا يدي ان شاء الله. قلت له هذو يعني الفلاح الصغير تيعاني في هذا البلاد. ياك. الصغير ما وكاين شي واحد كاين شي واحد كيولدوا ما كي ما كي ما كي ما كيولفوهمش علاش؟ كيكون جيعاني. هذي خاصك تحضر عليها في الولاده. ما تربوا لا ما قلتش هادي. سبحان الله هي دابا كتخرج داك النسل ديالها شتي. تخرجوا هذيك بعدا. تخرج داك النسل. ضروري. او دا خويا الاسطوره ما كاين لا مسريه لا والو. شو كاين؟ ما كنضرب فيها الريحه وصافي انت كتشوف الارض مكحطه. ايه والو ما كاين شي حاجه. المهم كنضرب فيها الرويحه شويه وندخل القلعه ديالها واجد في الزريب. ياك دابا يعني ما كترعبها ولا كتبغى واقفه. كاين رعايه لا والو. حتى حاجه. المعاناه ديالكم هي هذه. معاناه كبيره. شنو كطلبوا؟ شنو كطلبوا خويا مهدي؟ عاودي كنطلبوا غير الشتا وما كحرص ما عندهم ما يعطيك اخي اسطوره. ياك. والله قاصر. هذا الراس ما عنده ما يعطي. والو. صافي. اش عيطك حرص. وانت اخويا اش كتقول في هذا الشيء؟ هادي والله الا قهرنا هادشي يا الشرف ديالي الحمد لله. والله الا قهرنا بال معاناه كبيره كبيره يا ولد عمي ولد جفاف. انت كتشوف شوف اخويا الاسطوره. عندنا حنا شويه في هاد القاف هاد الاخر. بنادم ما عنده ما يعطيك كاين يعطيك حاجه وحده. يعطيك اما لا يعطيك الحظيه ويعطيك شي حاجه اما تقول يعطيك شي حاجه لا يعطيك والو. وزعما الدوله ديك الدعم ما كاين لا دعم لا والو. خلاص عليا صاحبي شمن دعم ما كاين لا دعم لا حتى حاجه. والدوله خصها هاد البركه هادي خصها تحيدها في مره الجوع اصاحبي. هادي الدوله كتساهم الفلاح الصغير ينقطع مرة تحيد يحيد. لا إله إلا الله. يعني كتعانوا دابا ما كاينش الجفاف يعني قضية عيانة عمي. قضية عيانة مرضي الوالد الحبيب بزاف والله العظيم إلا بزاف عيانة عيانة بزاف. إي والله يصاوب. كتشوف مسكينة غا الأرض ها أنت شوف كنا جاش كتخبش على هذيك التصاورة ما كانش شكل بهايم ما كانش كياكلوها دابا هاك سيبا ولات كتاكلها عباد الله. دابا كتوردوا الغلا ما خايب وردوا اخويا انت كتشوف ياك هذه المعاناه ديال الفلاح. المعاناه ديالنا حنا دابا كشحال من واحد تيصحى له الحاوله كيجي فابو. اي خصو يجي يكتبها ويجرب. دابا كنتو كترعاوها كتخرجوا ترعاوها وما كاين رعايه خرجنا نطلقوا لها تطلق رجليها مسكينه. ياك دابا كتجيو كتوردوا. دابا كنوردوها وها انت السيد. والمعاناه ديال ياك اخي مهدي دابا ديال المعاناه ديال الفلاح. شهر جوج وكتلاقي بحال الماء خايب. هادي شهر جوج. الماء ما كاينش. الماء ما كاينش. الماء ما كاينش. المطر ما عندك الماء كاين. ياك. المطر ما تهورش صاحبي دابا كسيبه. ايوا كيما قلت لك. كنقود الحراره والاخر. الربيع قاضي عليها. الربيع قاضي عليها.